بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده استتماماً لنعمته واستسلاماً لعزته واستعصاماً من معصيته، وأستعينه فاقةً إلى كفايته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، دام تأييدكم. السادة رؤساء الأقسام ومعاونوهم الأفاضل. السيدة مديرة مكتب سماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة للشؤون النسوية، دامت توفيقاتكم. الحضور جميعا بحفظ العناوين والألقاب المباركة، أهلاً ومرحباً بكم. فذاك سلام بحضوركم قد اكتمل وأزهرت معانيه واكتست أجمل الحلل، وتعانق حب الوفاء وعطره ترحيباً بمن أطل. سلام يحاكيه لحن فريد ويشدو بآمال جيل جديد، يسعد هذا الفضاء الرغيد وينذر بأجواء حفل مجيد. فأهلاً بكم في رحاب احتفاء رياض أطفال العميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الرحمة ودستور الحكمة والطريق إلى كل نعمة، هيمن على الكتب أتى بالعجب، كشف الحجب سحق النصب علم الأدب. إنه كتاب الله سبحانه وتعالى. نفتتح حضورنا البهيج بآيات عاذبات بصوت قارئ العتبتين المقدستين السيد حسنياً الحلو. نستقبله وإياكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً. بسم الله
وآتيناه الحكم صبيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
تقويها قد افلح من زكيها صدق الله العلي. صلوات. نعم، جزا الله قارئنا وإياكم أفضل الجزاء وجزاكم خيرا بحسن الاستماع. يا وطنا يبقى خالدا في فؤاد السنين، ويا نجما يتألق في سماء المخلصين، عشناك عيدا منذ الصغر ولا زلت فينا عيدا أغر، أنت يا سيد الأمم والأوطان يا عراق المجد والقيم. نعم يا طالب العليا بلغت سماءها، فاصدح بصوت مرهف الإحساس واطلق تراتيل الإباء، فإنما لحن الإباء بحضرة العباس. نستمع الآن وإياكم إلى نشيد العراق الوطني، يليه نشيد العتبة العباسية المقدسة، وقوفا مع التقدير. نعم، تستمر هذه الوقفة حضورنا الكريم، نقرأ وإياكم سورة المباركة الفاتحة إلى شهداء عراقنا الحبيب. شكرا لكم. نعم، ونحن نرنو إلى السماء منتظرين بركات الباري، مكللة بفيوضات المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. نعلن وإياكم عن انطلاق فعاليات الاحتفاء بختام الخبرات التربوية لبراعم رياض أطفال مجموعة العميد التعليمية لعام 2022، وفي يومه الثاني لروضتي العميد ودرر العميد، والذي يقام تحت شعار نحو أفق القمر. براعم صغار بهمم الكبار تلف أجسامهم راية العباسي، لينهلوا من بركات أنفاسه ما يدفعهم إلى نيل الماسي. نعم، باسم الرحمن المقتدر، باسم الرحمن المقتدر، رب البدو ورب الحضر، من كرمنا
ببصيرتنا بعد السمع وبعد البصر. نبدأ في هذه اللحظات محفل إتمام الخبرات في منهجنا نحو القمر. بالحب نحيي الوفاد إذ جاءوا عند الميعاد، والميعاد قطاف الثمر. طوبى لنفوس الغراس، طوبى لنفوس الغراس، هي ذي روضات العباس. تؤتي الأكل لكل الناس في مثل اليوم المنتظر. إذ جئنا بالسبل الأهدى نختتم مسارا ممتدا، ننجز وعدا نحصد جهدا يهزأ بالنقش على الحجر. جهد ماض جهد آت يجلوه جماع الخبرات، حملت شعلته الروضات ما بين عميد أو درر. في ذا المشروع السباق ينشد رسم الأثر الباقي، إذ ينهل من قيم الساقي في ري جفاف الأعماق. فيرينا في أبهى الصور معنى التعليم على الصغر، إذ يرقى في أفق القمر. المنصة وكلمة قسم التربية والتعليم العالي يلقيها الأستاذ وسيم عبد الواحد النافعي، نحييه وإياكم بالصلوات العاليات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد موضوع رعاية الأطفال وتعليمهم في مرحلة الطفولة المبكرة جوهر الإصلاح التربوي في نظم التعليم، إذ تتنامى مع تقدم الأجيال منافع الاهتمام بهذه المرحلة العمرية التي لم تعد خافية على أحد وعلى صناع السياسة التربوية. فقد أصبح هذا الاهتمام أفضل سبيل يمكن أن يقدم عليه أي نظام تربوي، فلم يسبق لأي مجتمع أن حقق انتقالاً مفاجئاً إلى مرحلة التنمية المستدامة من دون استثمار نوعي في مجال التعليم المبكر. وقد أولت العتبة العباسية المقدسة اهتماماً بالغاً بهذه المرحلة العمرية عن طريق رعايتها الخاصة والفريدة للمؤسسات التربوية والتعليمية، وتقديم الدعم غير المحدود للمشاريع التي تعنى بتحقيق التنشئة الاجتماعية السليمة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمتكامل من النواحي الحسية والمعرفية والحركية والذهنية واللغوية والاجتماعية للأطفال. الحضور الأكارم، نشهد اليوم تأهيل دفعة جديدة من أطفال رياضنا إلى التعليم الابتدائي، دفعة نحو أفق القمر، بعد إتمامها جملة الخبرات التربوية المؤلفة لمنهج نحو القمر. واحتفاءنا اليوم هو تجلية علمية لما تعرفه الأطفال في أثناء عامهم التربوي، فالفعاليات التي ستشاهدونها اليوم هي محطات تعليمية مارسها الطفل في جدوله اليومي في أثناء العام المنقضي. إنها أنشطة تظهر للحاضرين جهد الملاكات التدريسية في رياضنا ودورهم في تطبيق منهج نحو القمر، الذي هو منهج حصري ومتكامل يحتوي على مجموعة من الخبرات والأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى بناء الطفل بناءً تربوياً سليماً على وفق النظرية الإسلامية، مع مراعاة أحدث النظريات
والدراسات العلمية في هذا المجال، مما ينسجم مع أهداف وزارة التربية وفلسفة النظام التربوي الإسلامي. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والعرفان لمقام سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه، الذي أحاطنا بعنايته وأبوته، كما نشكر الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة لمتابعتها وتوجيهاتها المباركة. أما ختام الشكر ومسكه فهو لأولياء الأمور الذين كانوا عوناً لنا في مسيرتنا على امتدادها، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. شكراً للأستاذ وسيم عبد الواحد النافي على كلمته المباركة. أولى فعاليات هذا الجمع المبارك، طفل برعم من رياض أطفال العميد محمد رضا جواد يقرأ سورة الشمس. نستقبله وإياكم أيها الأحبة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صل على محمد وآل محمد. نعم، شكرا للطفل محمد رضا جواد على هذه التلاوة المباركة. ولأن الشعر يختزل الحياة والأحداث والمواقف بصورة شعرية جميلة، فهذه روضة العميد تجسد لنا ذلك عبر مسرحيتها يقدمها أطفال صف الورود. الكنز المن لا يثمن قدره كذا كل ذوي العلوم كنوز فالفائزون لهم هدايا جمتون الناجحون تعاون ليفوزوا بكل منتف محبة الود والاحترام
لحضراتكم، نستقبلكم اليوم في تجمعنا هذا متمنين من الله عز وجل أن تكون هذه الخطوة خيرا علينا. فلنستقبل الآن أخواني وأخواتي من صف الورود بذكرى الصلاة على محمد وآل محمد. ماذا الآن؟ سنشرح بكل الألوان ونزين محفل الأوهام ونغني كل الألحان. مسك تلبس ثوب أبيض، مسك تلبس ثوب أبيض، وغنى تأتي بالفستان، وغنى تأتي بالفستان. يارا تحمل ورد أحمر، يارا تحمل ورد أحمر، وربا تنظر بالأركان، وربا تنظر بالأركان. وعلي ينشد أبياته، وعلي ينشد أبياته، ورضا نادى يا أخوان، ورضا نادى يا أخوان. أحمد مصدق حسن زين سيف فضل. ماذا الآن؟ ماذا الآن؟ إني أسمع صوت نشيد، صوت يحلو بالآذان، صوت يحلو بالآذان. هو صوت التكبير يلبي صوت التقوى والإيمان، صوت التقوى والإيمان. هيا نتوضع لنصلي، أجمل وقت وقت أذان. نور قالت عينب قالت، سنلبي نداء الرحمن، سنلبي نداء الرحمن. زينب تسأل تسمع آية، ما معنى اسم الرحمن؟ أجابت فاطمة فورا، رب الرحمة والرضوان. أجابت زهراء جواما، أفرح كوثر فيه بيان، قد نات قاقا صفقت وحيدر قال الرحمن. وخلقنا أواجنا، ومحمد قال الإنان. نرجس تسمع ثم أجابت، الرحمن هو الرحمن. رند ورقي عرت علي يرفع يده الآن، إذ قال الرحمن رحيم. إبراهيم رد مهدي، ما أجمل اسم الرحمن. فاطمة سألت مهدي حيدر، في درس الرسم تخطان، فأجاب نرسم لوحتنا في الدرس فيها عنوان، فيها بطنا علم النور، والدرس اليوم الرحمن، والدرس اليوم الرحمن. شكرا لأطفال صف الورود على هذا العرض المسرحي الذي يختزل الحياة والأحداث والمواقف بصور شعرية جميلة، فهذه هي روضة العميد. حروفنا العربية الزاهية باكورة كلامنا الأولى، مسرحية عنوانها حروفنا العربية، يقدمها صف الهدى في روضة درر العميد. السلام عليكم يا صديقتي، كيف حالك؟ وعليكم السلام يا صديقتي، أنا بخير والحمد لله. ماذا تعلمتم في روضة درر العميد في خبرة اللغوية؟ الحروف والكلمات. وماذا تعنين بالحروف؟ هناك 28 حرف في اللغة العربية، ألف باء تاء ص
جيم حان خان دال ذال لام زاين سين شين صاد ضاد طا فا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف ليجا. يا إلهي إنه شيء جميل وماذا تعنين بالكلمات؟ عندما تندمج الحروف تتكون الكلمات، وهناك كلمات كثيرة أجملها كلمة ماما وبابا، هكذا تبتكر كلمة ماما وبابا. أنا أحب ماما وبابا كثيراً، وقد حضرا ليشاهدا حفل اختتام خبراتي من رياض مجموعة العميد التعليمية. هيا نقرأ نشيد أمي وأبي سوية. أمي وأبي سر وجودي أحسن لاما بلا قيودي كي يرحم حالي معبودي كي يرحم حالي معبودي. شكرا لأطفال روضة درر العميد على هذا العرض المسرحي الذي تضمن شرحا لحروف اللغة العربية. درر العميد تخرج الدرر، هم فرحة قد أفرحوا القمر. يا ثمرة الجيل الجديد بوجنة الوطن الذي يتنفس الشجرة، أرض العراق بحاجة لعقولكم، سيروا إذن وتفكروا لنرى بعد النجاح حضارة ومنارة، يزهو الخضار ونقطف الثمرة. حاولت دواعش الأنذال شق صف هذا البلد عبر محاولات متكررة، ابتدأوها بتفجير الإمامين العسكريين وختموها بإسقاط ثلث الأرض العراقية، ولكن أنى لهم ذلك والسلطة الروحية لسيد النجف تضبط إيقاع العراق وتوجهه إلى حيث المصلحة العليا للبلد. مسرحية صف الياسمين يقدمها متعلمو روضة درر العميد. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وابن خليفة، السلام عليك يا نقاد السلام عليك يا ابن سيد المصريين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ابن المؤمنين، السلام عليك يا فرج Thank you.
قالوا بأن الشعر كان مغاليا في مدحه. قلت المواقف أشعر، هو مؤنس التأريخ في صولاته، هو بين كل المنصفين موقر. قد صار حصدا من ولادة فتوة من مرجع في الأرض لا يتكرر. حفظ الله مقدساتنا وأرض عراقنا الحبيب من كل سوء، وحفظكم حضورنا الكريم ببركة الصلوات العاليات. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شعر عن المعلم يقدمه البرعم الصغير مهيمن كرار من روضة العميد. سألوا من الأسماء فقلت أنا بمن، فقالوا بعلم لا يقدر بالثمن. فأجبتهم عندي جواب واحد، أغلى الملام كان ابني بالوطن. قالوا ومن ذا، قل لنا صفة له. قلت المعلم من مضى فيه الزمن. قالوا وين من في البلاد شبيهه، فأجبتهم كثر ومنهم مؤتمن. إذ منهم الأقلام خطت حرفها ومنهم مؤتمن، وبهم عقول لا يخالجها الوسل. أحيا عقولا قد أناروا دربا، فلهم عبارات الثناء هي الثمن. شكرا للطالب والبرعم الصغير مهيمن كرار من روضة العميد. شكرا يا مهيمن، تبقى وياي. تفضل. الأرقام وسيلة علمية وعملية تنشط أذهان الأطفال وتقوي تفكيرهم. مسرحية صف العسل يقدمها متعلم روضة العميد. واحد اثنان سبعة خطأ، واحد اثنان ستة أيضا خطأ. أوف لا أستطيع عد الأرقام. ما بكي ما بكي، لماذا أنت حزينة؟ أنا حزينة، أنا وحيدة، أنا لا أعرف الأرقام. لا تقلقي لا تقلقي، نحن نعلمك الأرقام. شكرا لك، جزاك الله خيرا. هيا نعيد سويا. من أنت؟ أنا الواحد الواحد صفة الرحمن، وهو الخالق للإنسان. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الاثنان، الاثنان هم الألواني، ربي بهما قد وصاني. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الثلاثة، أنا الثلاثة، الثلاثة يلا كعات، المغرب فيها بكات. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الأربعة، إن الساتة أربع فصول تتجدد في كل عام ولا تزول. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الخمسة، الخمسة صلوات فيها راحتنا حين نصليها. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الستة، الستة ستة ستة، أيام الخلق ستة. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا السبعة، السبعة ألوان الطير، نصنع قوس حسن الوص. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا الثمانية، الثمانية يا أصحابي، في الجنة عدد الأبواب. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا التسعة، التسعة حملتني أمي في تسع شهور فرحني. شكرا جزيلا لك، ومن أنت؟ أنا العشرة، العشرة عدد أصابعنا في إن اليمنى واليسرى. شكرا جزيلا لك. الآن أصبحت سعيدة، أستطيع عد الأرقام. عشرة، 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 فروع الدين عشرة، 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 أصابع كفي عشرة. هيا
قبل الختام لابد من إثارة حماس براعمنا الصغار، وأفضل ممارسة لذلك نشيد من مثلي، نشيد ختام الخبرات التربوية لرياض أطفال مجموعة العميد التعليمية لعام 2022 ينشد أمام حضراتكم الآن. بسم الرحمن المقتدر رب البدو ورب الحضر، من كرمنا ببصيرتنا بعد السمع وبعد البصر. نبدأ في هذه اللحظات، نختم في هذه اللحظات محفل إتمام الخبرات في منهجنا نحو القمر. بالحب حيينا الوفاد إذ جاءوا عند الميعاد، والميعاد قطاف الثمر. طوبى لنفوس الغراس، هذه روضات العباس، تؤتي الأكل لكل الناس في مثل اليوم المنتظر. إذ جئنا بالسبل الأهدى نختم مسارا ممتدا، ننجز وعدا نحصد جهدا، يهزأ بالنقش على الحجر. طوبى لنفوس الغراس، هذه روضات العباس، تؤتي الأكل لكل الناس في مثل اليوم المنتظر. إذ جئنا بالسبل الأهدى نختتم مسارا ممتدا، ننجز وعدا نحصد جهدا، يجلو جماع الخبرات، يجلوه جماع الخبرات، جهد ماض جهد آتي. حملت شعلته الروضات ما بين عميد أو درر، في ذا المشروع السباق ينشد رسم الأثر الباقي. إذ ينهل من قيم الساقي في ري جفاف الأعماق، فيرينا في أبهى الصور معنى التعليم على الصغر. إذ يرقى في أفق القمر. كما بدأنا بالسلام نختم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.